ومن لندن إلى مدريد تنضم إلينا شيماء بكر مراسلة إكسترا نيوز من إسبانيا للتعرف على آخر التطورات ومستجدات فيروس كورونا في إسبانيا. شيماء، أرحب بك معنا على إكسترا. أهلا نانسي وأهلا بالسادة المشاهدين. نعم شيماء، يعني دعيني أتحدث معك في البداية بشكل عام عن آخر المستجدات الإسبانية. نانسي، يعني كما أعلنت وزارة الصحة اليوم عن الأعداد من المصابين وحالات الوفاة في إسبانيا، وصلت حالات الوفاة إلى يعني سجلتها خلال 24 ساعة الماضية 184 حالة وفاة، لتصل إلى 27104 حالة وفاة في إسبانيا منذ انتشار الفيروس، مع 439 حالة إصابة جديدة منها، والتي تصل إجمالي إلى 228691. طبعا هناك تخوف يعني كبير جدا من وزارة الصحة كما أعلنت اليوم، مع عدد أو النسب التي أعلنتها في حالات الوفاة وحالات الإصابات، أن هناك يعني تحذير للمواطنين بالالتزام بالمواد الطبية والمواد المطهرة، تخوفا من أن تكون هناك موجة أخرى في الخريف المقبل. يعني إسبانيا تستعد من الآن لموجة أخرى من كورونا. أيضا بهذا الشأن أعلنت يعني وزارة الصحة في اجتماعها اليوم أنها في اجتماعها اليوم مع رؤساء الأقاليم أنه سيكون اقتراحا بإلزامية ارتداء الأقنعة أو الكمامات يعني بشكل عام في كل الأماكن الإسبانية، ليست المغلقة فقط أو وسائل النقل فقط. يعني هناك إلزاما للمواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل وفي الأماكن المغلقة، وسيكون هناك قرارا جديدا يتم طرحه الآن على الحكومة من أن تكون إلزامية الكمامات والأقنعة في جميع المجالات الإسبانية. نعم. يعني هناك من ضمن الأخبار الهامة أيضا نانسي أعلنتها حالا المفوضية الأوروبية أنه سيتم يعني يتعين على الدول الأوروبية فتح الحدود. نعم. الأوروبية فتح الحدود الأوروبية للدول، يعني الدول الأوروبية داخل القارة الأوروبية. وقالت يعني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية يعني أنه سيكون صيفا غير عاديا، ولكنه لن يكون صيفا ضائعا. هل هذه تأكيدات شيماء؟ يعني لأنه منذ قليل كانت تتحدث المفوضية الأوروبية أنها مجرد توصيات وليست قرارات يعني تنفذ. بالفعل هي توصيات، ولكنها يعني أعلنت أنه سيكون هناك اجتماع مع رؤساء الدول الأوروبية أن يكون هناك فتح الأقاليم لعودة نشاط السياحة، حتى يعني يكون لن يكون هناك أزمة اقتصادية أخرى، خاصة وأن السياحة في أوروبا تمثل شكلا كبيرا أو تمثل جزءا كبيرا في اقتصاديات هذه الدول. أيضا أعلنت مدريد اليوم يعني هناك اجتماع مع الحكومة والمعارضة الإسبانية اليوم في تحت قاعة البرلمان، أكد فيه رئيس الوزراء أن يعني سيكون هناك اقتراحا بتمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة لمدة شهر. يعني هي لأول مرة يتم تمديدها لمدة شهر، يعني سينتهي مع نهاية شهر يونيو، أي مع المراحل الأربعة التي أعلنتها الحكومة ب تخفيف التقييد. ولكن المعارضة الإسبانية من الحزب اليميني أو اليمين المتطرف رفضوا تماما هذا التمديد، ولكن يعني هناك مناقشات بأن يكون هذا التمديد في صالح البلاد. وأعلنت المعارضة أنه لن تسمح مرة أخرى للحكومة بتمديد حالة الطوارئ، ويعني أعلن بابلو كاسادو وهو رئيس المعارضة في البرلمان لن نمنحك، يعني موجها الحديث لرئيس الحكومة الأسبانية، لن نمنحك مرة أخرى الفرصة لقتل الأسبان للمرة الثالثة. ويعني هو يعني يشاور بأصابع الاتهام إلى الحكومة خلال هذه الأزمة الصحية التي قابلتها في انتشار فيروس كورونا. هناك ثلاث أقاليم نانسي أعلنت يعني تقديم أوراق وثائق الصحية لها للانتقال إلى المرحلة الأولى، وهي ثلاثة أقاليم منعتها الحكومة من تخفيف التقييد والانتقال إلى المرحلة الأولى، وهي مدريد وكتالونيا وبالنسيا. مدريد أعلنت اليوم عن تشكيل فريق من المتتبعين لتحديد أجهات الاتصال المعينة
التي يمكنها انتشار الفيروس بهذه الأداة. يعني يمكن أن تتحول مدريد إلى المرحلة الأولى في 18 من شهر مايو. ولكن على جانب آخر لابد أن نذكر أن مدريد هي من أكثر الأقاليم يعني تضررا من فيروس كورونا، حيث سجلت خلال 24 ساعة الماضية فقط 40 حالة وفاة. أيضا كاتالونيا مترددة في أن تقدم هذا الطلب إلى الحكومة بعدما سجلت خلال 24 ساعة الماضية 70 حالة وفاة. يعني مدريد وكاتالونيا هما أكثر الأقاليم التي نعم. تسجل من حالات الإصابات طيب والوفيات وأكثر تضررا. شيماء، يعني تفضل. هل نستطيع القول يعني أن في إسبانيا تحديدا الأعداد تزيد أم أن الأعداد تقل يعني كبقية دول أوروبا شيماء؟ لا، يعني المنحنى في إسبانيا منذ أسبوعين الماضيين يعني أوضحت المؤشرات أنه منحنى منخفض في حالات الإصابات والوفيات، ولكن مع ذلك يعني في هذه الأقاليم التي يمكن أن الأقاليم الأسبانية تظل مدريد وكاتالونيا هم الأكثر إصابة والأكثر تضررا. طبعا كما أعلنت يعني كما أشارت إليها وزارة الصحة أن المواطنين في هاتين الإقليمين يعني غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة، كما أن هناك لم يوجد لديهم مؤشرا واضحا لتتبع الحالات الجديدة، ولذلك أقامت مدريد بعضا من الفرق لتتبع هذه الحالات، وبذلك يمكن أن تنتقل مدريد إلى المرحلة الأولى في 18 من شهر مايو المقبل. نعم، هذا من جانب. من جانب آخر، يعني كونك تطرقت إلى ملف فتح الحدود، وأنا تحدثت أيضا في هذا الملف مع عبدو جمال مراسل إكسترا في بريطانيا، ولكن ماذا عن إسبانيا؟ إن كان هذا قرار بالفعل، أو إن تم إقرار أنه بالفعل سيتم فتح الحدود بين الدول الأوروبية لعودة قطاع السياحة مرة أخرى، كيف ستكون هي الإجراءات التي سيتخذها الجانب الإسباني؟ يعني الإجراءات التي بالفعل اتخذها الجانب الإسباني ونشرت كمرسوم ملكي في الجريدة الرسمية الأسبانية بالأمس، أن إسبانيا أعلنت أنها ستضع جميع المسافرين أو القادمين إلى إسبانيا تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوماً في الفنادق أو الأماكن المخصصة للعزل الصحي في إسبانيا. أيضا إسبانيا حتى الآن لم تفتح الحدود مع فرنسا والبرتغال، الدول التي تقع على حدودها، على الرغم من أن البرتغال فتحت الحدود، ولكن إسبانيا لم تفتح الحدود كما أعلنت الحكومة حتى انتهاء حالة الطوارئ. حالة الطوارئ الآن يعني من المفترض أن تنتهي في 24 من شهر مايو، ولكن مع التمديد الذي يريد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء تمديده لمدة شهر آخر، يعني معنى هذا أن الحدود البرية في إسبانيا لن يتم فتحها إلا مع نهاية شهر يونيو المقبل، ولكن الحدود البحرية والجوية نعم. بالطبع يعني مفتوحة في إسبانيا. دعيني أختم معك بهذا السؤال شيماء، يعني ماذا عن آخر ما يتعلق بالطب أو القطاع العلاجي أو آخر اللقاحات اللي تم إجراء اختبارات عليها وما شابه في الداخل الإسباني؟ الإجراءات التي تقوم داخل القطاع الصحي، يعني بداية يمكن أن يعني نتوجه إلى الإصابات والوفيات في القطاع الصحي، يعني وصلت إلى 50 من الصحيين المهنيين في وزارة الصحة، ولكن يعني يمكن أن نقول أن هناك أكثر من 25 ألفا من الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين. أما بالنسبة للجوانب البحثية هناك ما يقرب من 48، يعني إسبانيا تعتبر رابع دولة على مستوى أوروبا أو على مستوى العالم، هي الثانية على مستوى أوروبا والرابعة على مستوى العالم في التجارب السريرية والأبحاث لإنتاج لقاح بشكل سريع جدا. يعني أعلن رئيس وزير البحث العلمي والابتكار بيدرو دوكي أن هناك بعض الأبحاث الهامة التي تقام في إسبانيا، خاصة في مدينة برشلونة ومدينة الأندلس ومدينة مدريد، هما المسؤولين بشكل كامل عن إنتاج مصل خلال بداية العام المقبل. أنا بشكرك شكرا جزيلا شيماء بكر مراسلة إكسترا نيوز، كنت معنا عبر سكايب من أسبانيا، شكرا جزيلا لك.